اسمي رغد وعمري 15 وصفي السابع طالع الثامن، متأخر عشان جيت متأخرة من سوريا، وجيت بال2013 بسبب الحرب وعشان أتعالج وتعالج أبوي. أكاديميا خلتني أتعلم كثير وأصير مبدعة والأولى على الصف. لما انقطعنا على المدرسة وقعدنا بالبيت خفت أنه راح علي دروس كثير، وصراحة يعني راح خفت أني ما أكمل دراسة لأنه أنا حلمي أني أكملها. منصة أبواب تعلمت فيها وغيرت لي حياتي كثير أكثر ما أتصوره. اسمي زينب ندى عبد الله، عمري 21، اجينا على الأردن بال2013. أنا هسه خلصت التوجيهي من 2004، كان علي أنا قدمت مع 2003. أنا في مدرسة صفية، أنا طالب مدرسة صفية وغبت كثير وتأخرت سنتين، لازم أنا أكون صف تاسع فأغيب عشان أنا مريضة تلاسيميا، لأنه كل فترة كل 15 يوم بدي أغير دم. الأبواب كثير تجربة بتجنن، يعني من خلال إنه تجربتي أنا هي كثير تجربة بتجنن ورائعة، أكثر من رائعة برضه. يعني دائماً إذا ما كان في مدرسة يعني في أونلاين، لما كان كورونا أونلاين فما في غير أبواب، يعني رياضيات، عربي، كل المواد تقريباً متوفرة على الأبواب. استعنت بأبواب، اعتمدت عليها كثير أنا بدراستي بسنة 2022 مع جيل 2004. كنت أقعد عليها تقريباً أغلب الساعات اليوم حتى أجيب يعني علامة كويسة، ودائماً كانت متاحة لنا. كنا بنسأل الأساتذة إذا في سؤال، هو الأستاذ كان بطبعه يعني بالحصة كان يتبنى مثلاً أسئلة الطلاب، كان يعني يعرف الطالب وين كان بده يسأل على هاي الفقرة أو هاي الفقرة، أو دائماً كانوا يحطونا أسئلة وامتحانات وإحنا نختبرها. هلا ساعدتني أكاديمياً إني أجتاز هاي المرحلة، إني أجتاز مرحلة التوجيه الحمد لله ونجحت فيها. نفسياً كانوا يعطونا دعم نفسي الأساتذة طبعهم، يعني كان بالحصة كانوا يقولوا لا توقف يعني عند مثلاً مشكلة، دائماً أنت كن أقوى من الظروف، دائماً واجه الصعوبات، أنت لساتك صغير يعني ما لسه ما شفت إشي من حياتك حتى أنك تقعد بالبيت، لا لازم تطور من نفسك، لازم تشتغل على نفسك، يعني هذا دعمنا دعم نفسي. أكاديمياً ساعدتني أنه خلصتني من الامتحانات التوجيهية بصراحة، يعني شخصيا كانوا الأساتذة يدعموا الطالب نفسيا أنه أنت لازم توقف، هدف قدامك ما لازم تتركه شو ما كانت ظروفك، لازم تظل مستعد، فهذا كان يدعم شخصيتي ويخليني أقوى. قدمت لي أنه يعني أحضر دروس، كنت لما أغيب من المدرسة بسبب أني أروح على المستشفى أحضر، وصرت أحضر دروسي يعني أحسن واستفدت كثير شغلات وروعة، يعني هي خلتنا نكون واثقين بنفسنا وعلمتنا كثير، وكلمة شكرا ما بتكفي. حاب أدرس كيمياء، أفتح مختبر لحتى أعالج، شفت أولاد كثير بيعانوا من السرطان، وكان في عندنا يعني كثير حالات إنهم ماتوا بالسرطان، في قرايبنا مات بالسرطان، لهيك إني قلت ليش يعني لسه ما في دواء، وكل يعني ليش ما في دواء لهذا المرض. حلمي وأمالي أكون دكتورة وأملك مشفى كبيرة وإلها اسم يعني، وأكون دكتورة على مستوى العالم وأهلي يرفعوا راسهم فيني. إني أحقق أحلامي، إني أصير صحفية وأغير حياتنا للأحسن، وإني أتشافى إن شاء الله.